غير مباريات الاهلي والزمالك دايما بيكون ليها طابع خاص، زي ما كنا بنتكلم عن هذه المباراه، مباراه 4-3 2007 اعتقد. 2007 2007 اعتقد 2007، لانه بعدها كان عندنا اسك في كوت ديفوار. صح صح صح، وحصل حاجات فانا فاكرها كويس جدا. طيب المباراه القادمه الكل بينظر ليها ان هي مباراه في ظل اجواء رائعه ما بين الجماهير، ما بين الادارات، ما بين حتى ما سيحدث من هيئه الترفيه في المملكه العربيه السعوديه، المستشار تركي الشيخ واللي عامله بعدد كبير بنقل هذه المباراه بعدد كبير من الكاميرات، حاجات كثيره جدا. فبالتالي اللاعب ما قداموش غير ان هو يفكر في شيء واحد، حتى طاقم التحكيم لن يكون مصري، وسيصبح طاقم تحكيم على ما قيل ان هو سيكون طاقم تحكيم عالمي، لم يتم الاعلان عنه حتى الان. وبالتالي كل شيء مجهز ان احنا نشوف مباراه جيده فنيا بوجود مدير فني زي كولر وجوميز. والله يا كابتن اسلام، هو طبعا هي مباراه عالميه على اراضي عربيه. صحيح. يعني يمكن احنا الاستاد اعتقد اللي لعب فيه ميامي والنصر والهلال وكده استاد على اعلى مستوى. نعم. بتتكلم في بلد شقيق، بتتكلم في جمهور كبير جدا في سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك، بتتكلم في امكانيات لعيبه على اعلى مستوى سواء هنا او هنا. نادي الزمالك دعم بلعيبه، النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا مع تدعيم، كل فريق عايز يكسب ويضيف بطوله للتاريخ للنادي بتاعه. اثنين مدربين على اعلى مستوى، لكن طبعا مستر كولر عنده خبره اكبر. السكواد بتاع النادي الاهلي عنده لعيبه مميزه جدا، مع الشخصيه ومع الطموح ومع الاهداف اللي النادي الاهلي عايز يحققها. النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، النادي الاهلي دايما بيلعب على التتويج، زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام اكيد حضرتك عارف والناس كلها عارفه. شايف ان المباراه مهمه جدا، وزي ما قلت لك ان يعني كل حاجه تقول للعيبه نادي الاهلي ونادي الزمالك استمتعوا باللعب، الملعب، التجهيزات، الكاميرات، الاستعداد، استعداد كبير جدا. تركي آل الشيخ طبعا عامل مجهود كبير جدا في اللقاء، في ناس عالميين هيكونوا بيحللوا اللقاء، فانا شايف ان كل حاجه متاحه ان اللعيبه تستمتع باللقاء. ولكن زي ما قلت لك الماتشات دي هي ملهاش مقاييس معينه، شويه حسب حاله اللاعب نفسه في المباراه والتشكيل المناسب او اللعيبه اللي هتلعب يكونوا موفقين في اللقاء. الماتش ده محتاج تركيز كبير جدا، تعرف ماتشات الاهلي والزمالك كابتن اسلام بتبقى يعني الغلطه ممكن تفرق مع تيم، يعني انت ممكن يبقى في سيطره من نادي، ولكن خطا معين او عدم تركيز انك انت ما بتحرزش هدف مع توفيق فريق الثاني ان هو في ثانيه يقدر يجيب جول، ماتشات ملهاش مقاييس. ولكن التركيز مهم، عوامل اساسيه جدا، تركيز مهم، شخصيه مهمه، حاله اللعيبه والتوفيق ده قبل كل شيء. فانا شايف ان المباراه تبقى مباراه ان شاء الله نستمتع بيها، وفي نفس الوقت يعني اتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى فيها مستوى فني كويس، سلوكي كويس، الناس كلها بتتفرج، العالم كله بيتفرج على المباراه. واتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اكيد عنده اهداف كبيره جدا ان هو يحقق البطوله ان شاء الله. رايك في تدعيم النادي الاهلي بزنفولي يا امير؟ ما سالتكش عن هذا الامر. طبعا احنا قبل كل شيء بنتمنى طبعا السلامه للشناوي. زنفولي طبعا كان يعني اختيار موفق ل طيب ما جيت معايا مره واتكلمت عليه بشكل جيد اعتقد. زنفولي عنده خبرات، ولعب في نادي البنك الاهلي كان موجود، وبعدين راح انتقل للداخليه، عمل مستويات كويسه، يمكن حصل له كان اصابه في نادي البنك الاهلي، ولكن هو قدر بعزمته يرجع، وقدر ان هو يعني يرجع لمستوى ثاني ومع المشاركه مع نادي الداخليه. طبعا انا شايف ان هو اختيار موفق للفتره دي، لان طبعا هو عنده خبرات، لعب في الدوري، طبعا ما كانش فيه توفيق ان هو يتأيد في افريقيا، ولكن النادي الاهلي عنده استراتيجيه زي ما قلت لك كابتن اسلام، بيفكر كويس جدا، لان انا عندي النهارده الشناوي رقم واحد في مصر، عنصر مهم جدا في التيم، كابتن التيم. فبالتالي النهارده مصطفى شوبير شفناه في لقاء النهائي افريقيا ماتش الوداد، مش سهل انك انت تلعب ماتش نهائي افريقيا وبقالك فتره ما بتلعبش، تلاقي نفسك بتلعب ماتش نهائي افريقيا.
هتتقارن بواحد من احسن حراس مرمى في مصر ومن احسن حراس مرمى في افريقيا. صحيح. فبالتالي كان عليه ضغوطات كبيره جدا، ولكن هو يلعب بالشخصيه دي. عندك حمزه علاء موجود وعندك مصطفى مخلوف في نفس الوقت. الزنفيلي الفتره دي هو موجود في الدوري ومصطفى بيأدي بشكل كويس، ودي فرصه حلوه لمصطفى ان هو يستمر على مستوى التالق اللي هو فيه. عايزه يبعد عن السوشيال ميديا خالص، عايزه يركز. وانا قابلته على فكره تاني يوم اعتقد لما جه ماتش افريقيا واتكلمت معاه، لسه بعت له مسج من يومين ان هو يستمتع باللقاء. ماتش مهم، ما تحطش نفسك في اختبار، انت خلاص ماتش الزمالك. ماتش الزمالك اللي جاي، ان هو يستمتع باللقاء ان شاء الله ويؤدي ويستمر في نفس. لان طبعا لما يجي محمد شناوي الامور هتبقى مش سهله، ولكن عنده وقت كويس ان هو يقدر يبقى مركز ويبقى هادي ويلعب، ويبقى عنده فرصه كمان ان ممكن يبقى في تواجد دي في المنتخب. فانا شايف الزنفولي الفتره دي فتره مهمه للزنفولي، وفي نفس الوقت النادي الاهلي شايف ان الفتره دي محتاجه لواحد زي الزنفولي ان هو يكون موجود، فاختيار موافق للنادي الاهلي ومدير التعاقدات في النادي الاهلي. امير عواد ولا صبحي اللي هيلعب في الزمالك؟ اللي هيلعب وجهه نظرك طبعا. انا شايف ان يعني هو في تخبطات شويه في نادي الزمالك في الحته دي، ان انت عندك النهارده، وانا متهيألي هي ماشيه بحته ان صبحي لو ما جددش فهو مش هيلعب، ان عواد لو ما جددش وسافر السعوديه او سافر في حته تانية او مش هيجدد في الزمالك مش هيلعب. انا شايفها ماشيه في الحته دي مش فنيا بس، لان طبعا عواد كان ماشي بشكل كويس، بعد كده صبحي عشان موضوع المنتخب وراح ورجع وما كانش ماضي في نادي الزمالك وكان في مشكله في التجديد فرجعوه تاني. فانا ما اعرفش هل في كونتاكت بين جهاز فني المنتخب ونادي الزمالك ان صبحي يلعب. وصبحي لعب ماتش اسماعيلي. لو فني، لو انت شايفها فني عواد ولا صبحي فنيا؟ لا انا شايف ان فنيا وخبرات وكده عواد هو اللي يلعب، انا شايف من وجهه نظري كده. ولكن نادي الزمالك هيلعب صبحي اكيد، لان هو خلاص هيستمر وهيكمل في نادي الزمالك، هو اللي شغال الفتره الاخيره. لكن لو سالتني فنيا اكيد الاثنين جوال كويسه، ولكن عواد خبره اكتر، لعب شارك في ماتشات اهلي والزمالك اكتر. فبالتالي ممكن الجهاز الفني خلاص واستقر على صبحي ولعب اخر ماتش، اعتقد ان صبحي هو اللي هيشارك المباراه. يعني ازاي اللعيبه تبص للماتش ده يا امير؟ يعني انت لما كنت بتلعب ماتشات اهلي وزمالك كنت بتعمل ايه؟ او كيف تنظر لهذه المباراه لما كنت بتلعب؟ طبعا اجتماعات كتير بنتكلم، كل الناس بتتكلم، اللعيبه الكبار بتتكلم مع اللعيبه اللي هي ما عندهاش خبرات كبيره جدا. كل واحد عارف اهميه ان المباراه وعارف ان دي مباراه حاسمه، البطوله مهمه تضاف لسجل وتاريخ النادي الاهلي. شايف ان اللعيبه يعني عندها خبرات كبيره جدا، لعيبه دوليه، لعيبه مرت بالكلام ده كتير، لعبت في اجواء عالميه واجواء يمكن اعتقد النادي الاهلي كمان اخر كاس عالم الانديه كان في السعوديه، فهو واخد على الاجواء دي. المشاركه لعيبه بتادي بشكل كويس جدا، اللعيبه اللي موجوده كان طبعا مستر كولر بيعمل روتيشن في التشكيل، في ناس ثابته في ناس متغيرات حسب الاصابات وحسب حاله اللعيبه. اللعيبه عادت من اصابه ووجودها مهم جدا، لعيبه كانت بقى لها فتره كبيره ما بتشاركش ان شاء الله هتشارك. عامل طبعا تنافس قوي بين في كل مركز باتنين تلاته، النهارده بتشوف هاني بتشوف اكرم بتلاقي كهربا بتلاقي مودست ابتدى يدخل خلاص، وسام نفس القصه بتتكلم. اصابه ياسر طبعا اصابه مهمه، معرفش بقى طبعا اكيد مش هيلحق المباراه. اللعيبه اللي موجوده اكيد هتأدي بشكل كويس، كل واحد عارف قيمة المباراة. فأنا شايف إن اللعيبة أقول لهم إن هم يكونوا مركزين 100%، لأن الماتشات دي ماتشات مهمة، ماتشات 90 دقيقة لازم تكون مركز مش أول دقيقة بس، لأن طبعًا مهم جدًا بداية اللقاء يا كابتن إسلام مع نهاية الشوط الأولاني، وبعد كده بداية الشوط الثاني ونهاية الشوط الثاني. فأنا شايف الماتش 90 دقيقة لازم تكون مركز، حالة اللعيبة لازم تكون في تركيز، في يعني كل لعيبه مقربه مع بعض، قلب واحد، شخصيه النادي الاهلي بتفرق في الماتشات اللي زي دي. فانا شايف ان اللعيبه ان شاء الله جاهزين مع مستر كولر والجهاز الفني، المسانده الجمهور اكيد هيفرق جدا بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. فاتمنى لهم انهم يكونوا في حالتهم، يكونوا مركزين، مستر كولر يكون حط التشكيل المناسب في اللقاء، وان شاء الله النادي الاهلي يحرز البطوله ان شاء الله. هل في تشكيل في دماغك بالنسبه للنادي الاهلي يبقى هتلعب بيه كمدير فني لهذه المباراه؟ لا هو اعتقد ان هو يعني هيثبت تشكيل، يعني مش هيغير كتير. هو اصل الماتش اللي فات عمل حاجه والماتش ده، حتى جوميز بيعمل كده، ولكن جوميز مستر كول بيعملها روتيشن، لكن جوميز بيعملها لانه عايز يتفرج على اللعيبه كلها.
انا شايف ان مستر كولر هيحط يعني هيحط التشكيل المناسب. يمكن كمان عوده كوكا كمان مميزه جدا, جداً. ان هو يرجع يؤدي بشكل كويس في الحته دي. عندك قفشه كمان انه يرجع ويلعب ويؤدي بالشكل ده اكيد هيفرق. كهربا هتلاقيه متعطش للقاء طبعا. مودست ابتدى يفوق. امام لعيب كبير يعني كل اللعيبه بتأدي بشكل كويس. وانا شايف ان هو يعني اي حد كابتن اسلام هيلعب اعتقد ان هو هيبقى ليه دور. ما عنديش تشكيل ثابت, ولكن السيستم اللي مستر كولر عامله ده كويس جدا. سواء انت بتلعب تشكيل ثابت او بتغير, كل الناس بتلعب بنفس السيستم, فدي حاجه كويسه جدا مستر كولر تحسب ليه والجهاز الفني ان هو هطلب كولر بايه. يعني انت لو انت ككولر هطلب اللعيبه بايه, هطلبهم تركيزهم في ايه, ان هم يركزوا ان هم ما يفقدوش الكوره بشكل كبير, يحافظوا على التركيز, يحافظوا على الباس كويس. اكيد هو عارف طبعا ان نادي الزمالك دعم بعض اللعيبه عندها خبرات, لعيبه كانت بتلعب في النادي الاهلي واكيد عايزه تثبت ذاتها, دعم بعض اللعيبه فوق في ناس فائت مع التدعيمات في نادي الزمالك. شايف ان الخبرات هنا برضو في نادي الزمالك اعتقد مع طبعا التغييرات بتاعت مجلس الاداره مع الحاجات اللي هم عملوها مع مش عارف حصل ايه, فبالتالي هم عندهم برضو يعني عندهم استعداد كويس للقاء, كله عاوز يكسب اللقاء. ولكن لعيبه النادي الاهلي اعتقد ان هم مهم جدا انك انت ما تفقدش الكوره, تركز في الباس, الخطوط كلها تكون متقاربه ما تبقاش بعيده, يكون في تركيز. واعتقد ان مستر كولر مع الكواليتي بتاعت اللعيبه هيلعب خطه متوازنه, ولكن اكيد بشكل هجومي في اول اللقاء بنسبه كبيره, ان هو طبعا عايز يسيطر على اللقاء وعايز ياخد اللقاء. واللعيبه اللي موجوده ان شاء الله اتمنى ان هي حالتها تبقى كويسه في الماتش. مين اقرب بطولة للفوز يا امير؟ الاقرب النادي الاهلي ان شاء الله. يعني النادي الاهلي زي ما قلت لك كابتن اسلام ماشي بسيستم كويس, عنده اللعيبه كويسه جدا, الدوافع اكبر, خبرات اللعيبه اكتر, يعني شخصيه اللعيبه اكتر. شخصيه النادي الاهلي بتفرق جدا في اللقاء اللي زي ده. اللعيب بينزل لابس تيشيرت النادي الاهلي عارف ان يعني ما ينفعش يخسر. موضوع مختلف. موضوع حقيقي. مختلف يعني يمكن احنا انا وحضرتك لعبنا ولبسنا تيشيرتات النادي الاهلي لها قيمه كبيره جدا, فبالتالي اللعيبه مش محتاجه اقول لهم ايه, وكل لعيب انا دايما كنت متعود اقول الرسائل الاخيره للاعبين, ولكن الحقيقه في مثل هذه المباريات الواحد مش محتاج, اللعيبه مش محتاجه صحيح يعني. مش محتاجين, لان كل واحد عنده شخصيته. حقيقي. كل واحد عنده خبراته, لعبوا كتير الماتشات اللي زي دي, ماتشات حاسمه. حقيقي. فالاجواء اللي زي دي بالنسبه لهم عادي. اتمنى ان شاء الله مصطفى يبقى بيكمل نفس التركيز الهدوء بتاعه, اللعيبه تأدي بشكل كويس, وانا واثق في اللعيبه والجهاز الفني والجمهور طبعا الكبير الموجود مع مساندة طبعا مجلس الاداره كابتن خطيب وكل الناس. اكيد في اجتماعات وكلام كتير جدا قبل البطوله, فبالتالي ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في اللقاء ويحرز البطوله باذن الله. امير انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا, ورب كل التوفيق سواء مع منتخب مصر او في حياتك خلال الفتره منتخب مصر 2009 طبعا. حبيبي يا كابتن اسلام, وانا سعيد ان انا كنت معاك دايما, وانا بتشرف ان اكون موجود مع حضراتكم في قناه النادي الاهلي بيتي طبعا, واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يا رب دايما باذن الله. امير الحقيقه من الناس اللي دايما لما تكلمه في اي وقت يقول لك ما بيطلعش كتير خلي بالكم امير, فلكن معانا بنكلمه بيجي على طول الحقيقه وبيقول لك عشان خاطر جمهور النادي الاهلي, فشكرا جزيلا لوجودك معانا. شكرا يا كابتن اسلام. هنطلع فاصل, وبعد هذا الفاصل هنستقبل كريم سعيد وايمن جيلبرتو في ضيافه البيت الكبير.